للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة العقيد فراس إبراهيم الديسي مدير إدارة الأمن الجمركي. أهلا بك سعادة العقيد في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. حدثنا أكثر عن شعار الجمارك لهذا العام والهدف منها أيضا. في البداية أحب أرحب جميع المشاهدين الكرام. تعودنا في يوم 26 يناير من كل عام نحتفل بيوم الجمارك العالمي. في هذا العام تم إطلاق شعار بناء بيئة معلومات جمركية مبنية على الثقة. شعار السنة باختصار يعبر عن تطلعات المجتمع الجمركي بكل دول العالم، ويهدف في نفس الوقت إلى ترسيخ ثقافة الاعتماد على البيانات في إطار بيئة عمل رقمية ونظام تشغيلي يعمل على تحقيق أكبر استفادة من جمع البيانات المتعلقة بكافة قطاعات سلسلة التوريد سواء كانت حكومية أو تجارية. الأمر اللي راح يساعد على تسهيل التجارة عبر الحدود وأحكام الرقابة وتحصيل إيرادات فعالية أكبر. هذه باختصار. نعم العقيد فراس، كيف عملت شؤون الجمارك على رفع معدلات منع دخول المواد الممنوعة عبر منافذ مملكة البحرين؟ أحب أؤكد أن حماية أمن وسلامة وصحة المجتمع البحريني من أضرار المواد والبضائع الممنوعة والمقيدة أولوية بالنسبة لنا في شؤون الجمارك. لذلك كان الهدف الاستراتيجي المتعلق بإحكام الرقابة الجمركية يرتكز على 4 مبادرات رئيسية. المبادرة الأولى تتلخص في توفير أحدث أجهزة التفتيش العالمية والوسائل التقنية المساعدة في المنافذ الجمركية. أما المبادرة الثانية فهي تتعلق برفع وتطوير كفاءة مفتشي الجمارك عبر إلحاقهم دورات وبرامج تدريبية احترافية لمواكبة أساليب التهريب المبتكرة. المبادرة الثالثة تم محورها الاعتماد على نظام إدارة المخاطر الجمركية في عملية تحديد مستويات الخطورة والرصد المسبق للشحنات العالية الخطورة الواردة عبر المملكة. وآخر هذه المبادرات كان هي إيجاد منظومة عمل متكاملة بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية والأمنية في تبادل المعلومات والرصد والضبط. ولله الحمد ابتدت شؤون الجمارك تجني ثمار هذه المبادرات. رغم ظروف الجائحة بفضل اليقظة والحسن في الجمارك بلغ عدد ضبطياتنا هذه السنة 2021 حوالي 4755 ضبطية، أي بزيادة 18% عن إحصائيات العام الماضي. نعم العقيد فراس، لا شك أن دعم الاقتصاد الوطني هو عامل رئيسي تحرص شؤون الجمارك على تطويره بشكل مستمر. كيف عززت شؤون الجمارك من دورها في دعم هذا القطاع وهو الاقتصاد الوطني؟ مثل ما الكل عارف أن مرتكزات العمل الحكومي والرؤية الاقتصادية 2030 والتي جاءت توجيهات من القيادة الرشيدة نعتبرها هي الدافع الرئيسي لمبادئ خطة شؤون الجمارك الاستراتيجية للأعوام القادمة، واللي من خلالها تم تقديم العديد من البرامج والمبادرات واللي هدفها كان تطوير الشراكة مع قطاع الأعمال والتكيف مع متطلبات تيسير التجارة وجمع الإيرادات وتطوير آلية التعاون مع القطاع اللوجستي. وأحب أشير إلى الدور الحيوي لشؤون الجمارك في دعم برامج خطة التعافي الاقتصادي من خلال تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة باستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية. ومن أهم هالمشاريع مشروع نظام النافذة الواحدة أفق 2، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية تضم مختلف الخدمات المتعلقة بسلسلة التوريد تحقق التكامل بين الإجراءات الحكومية. الأمر اللي أكيد راح يكون له تأثير إيجابي في جذب مزيد من استثمارات اللي راح تساعد في تنمية الاقتصاد الوطني. نعم العقيد فراس إبراهيم الديسي مدير إدارة الأمن الجمركي، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.